لازلنا في إطار إن إحنا بنتكلم مع حضرتك عن الانتخابات والمشهد الانتخابي وحجم الإقبال الحقيقة اللي الكل شايفه والكل ملاحظه، مش بس عندنا في مصر، مصر العواصم العربية كلها تتحدث عن هذا المشهد، كل الوكالات حكومات العالم قاعدة بتتابع ده. يمكن زي ما كنت بقولك في جزء كبير جدا من هذا المشهد متعلق بالسياسة الدولية، الناس بتتابع وبتشوف إلى هذا المدى، إلى هذا الحجم الشعب المصري متماسك يقف، لو مش هقولك يقف خلف دولته، هو جزء من هذه الدولة. إذن فهل الشعب المصري لازال جزءا لا يتجزأ من هذه الدولة وقراراتها وتوجهاتها ومساراتها؟ الحقيقة إنه المشهد بيقول آه. وجيد جدا لما تبقى أنت بتشوف هذا المشهد وبتلاقي إن في اهتمام حقيقي من الشخصيات العامة، كبار نجوم الفن، كبار نجوم الرياضة، كبار نجوم الإعلام لو صح التعبير إلى آخره. معانا على تليفون نجمتنا الكبيرة جدا قوي خالص أنوشكا. أهلا 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 أستاذ يوسف، إزيك؟ عاملة إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. أخبار الانتخابات إيه؟ والله رحت النهاردة الصبح وانتخبت، ويعني أنا مش قادرة أقول الموضوع كله ما أخدش 3 دقايق على طول، بالضبط 3 دقايق. يعني أنا لفيت علشان أركب عربيتي يمكن نص ساعة علشان أخش وأطلع من اللجنة بالضبط في 3 دقايق بالضبط. المسألة كانت يعني بالسهولة دي، الإجراءات سهلة، مفيش حاجة بتعطل جدا ومتنظم قوي قوي، المكان كان نظيف جدا. يعني أنا الفترة اللي فاتت دايما ما بفوتش فرصة الانتخاب، دايما بروح، بس المرة دي للأمانة الطابور كان طويل ولكن سهل جدا. يعني أنا ما بقول الكلام دوت يعني أنا عن نفسي ما كنتش مصدقة، فروحت الصبح والمعاد اللي كان المفروض كان عندي معاد، رحت قايله لهم انا مش هاجي لكم قبل الساعه 3 4 على اساس ان الطابور هيبقى طويل بقى وهنقعد نستنى بقى وعبال ما نخش اللجنه ونطلع وبتاع. انما على عكس يعني توقعاتي دخلت وخرجت 3 دقائق. يعني ده معناه ان الاجراءات سهله، يعني الناس بتقف الطابور لاجل التنظيم، الدخول بسرعه، التصويت بسرعه، الناس بتخلص بتخرج، في يسر في المساله. في يسر وفي طابور طويل، بس اللي كان شددني انه الطابور كان بيخلص بسرعه علشان التنظيم كان جيد جدا. في رايك الناس نازله كتير جدا ليه؟ علشان الوعي بقى اكتر. الناس مهتمه. يعني النهاردة كنت بشوف ناس كبار السن كانوا نازلين، يعني رايحين المشوار وواعيين. أنا كنت شايفة في صغار في السن وكبار في السن. كان في واحدة جاية قبل ما تروح الجامعة، يعني ودي كانت أول مرة بالنسبة لها تخش لجنة انتخابات علشان تنزل تلقي بصوتها. يعني أنا شايفة أنه في وعي، وأكتر حاجة كانت شداني عدم البهرجة وعدم، يعني ما كانش فيه فرض على الناس أنه انزل وروح وأعمل. كان في وعي، كان في وعي ده، وتخش وتطلع في هدوء تام، ما فيش مناظر بهرجة، حتى الموسيقى الأغاني الوطنية اللي محطوطة كده بصوت واطي ظريف. أنا كنت بجد مبسوطة من التنظيم. صحيح، أنا أشاركك جدا في مسألة أن التنظيم كان رائع، ووعي الناس فعلا واضح أنه عمال بيزيد بيعلى. يعني الناس فاهمة يعني إيه انتخابات، فاهمة يعني إيه حق دستوري، فاهمة يعني إيه دولة، فاهمة يعني أنه ده قرارهم، فاهمة أنه صوته فارق. فده بصراحة بالنسبة لي لفت للنظر جدا. أنا دي حاجة برضو كمان كانت شداني، أنه الكبار نازلين والصغيرين نازلين كمان، يعني جميع الأعمار. طبعا الستات يعني مش عايزه اقول لك نصيب الاسد،
كما جرت العادة، كما جرت العادة. محرك جدا في اتخاذ القرار. لا الستات دايما كده مبهرات. لا انا مبهرة من الحركة الوطنية اللي حاصلة، وعجباني فكرة ان الموضوع معمول بشياكة ببساطة من غير ما افرض عليك ذوق معين. صح، لا هفرض عليك ذوق، ولا هفرض عليك توجه، ولا هفرض عليك رأي، ولا اختيار، ولا اي حاجة على الاطلاق. بالظبط كده، بالظبط كده. جزئية الحوارات، البرامج التلفزيونية اللي بتبقى، يعني أنا عن نفسي كل ما كان جزئية حوار أو مناقشة سياسية على التلفزيون بيبقى أحسن، علشان الناس تشوف أكتر وتوعى للموقف السياسي أكتر. أنا عمري ما كنت بهتم بالسياسة، بس ما فيش مرة دلوقتي إلا لازم أنزل، لأن أنا عارفة أنه صوتي فارق، مش صوتي أنا كأنوشكا، إنما صوتي كفرد فارق. صح صح صح، 100%. وأعتقد أنه يعني الواحد بيشوف تقدم كبير جدا. إحنا لسه قدامنا احتياج شديد جدا، مثلا محتاجين حاجات في الصحة، محتاجين حاجات في التعليم، ولكن أنا عن نفسي في ثقة في اللي حاصل. أنا بشوف تقدم، كنا فين وبقينا فين، في ثقة في فاكر لو تفتكر كويس احنا كنا مع بعض في برنامج، ومش هنسى لما قلت لك أنا عايزة كرامتي. صح، أنا كنا في اون تي في. نعم، كنا في اون تي في وقتها. بالظبط، انا الجمله دي مش هنساها، لان انا لحد دلوقتي ببقى حاسه انها رجعت لي، وكرامتي محفوظه كشخص مصري بيعرف يحس بدولته. بشوف التقدم، بشوف ان حقي باخده، في تطور. لسه قدامنا وقت طويل، ما بقولش ما عندناش أخطاء، عندنا أخطاء، ولكن بشوف إنه في المجهود الجبار اللي معمول علشان التصليح، وإحنا نستحق مكانة أكبر من اللي إحنا فيه. صح صح، 100%. أنا بشكرك جدا جدا جدا، وصوتك نورنا. عقبال ما تنورينا في الاستوديو يبقى شرف لينا ويسعدنا جدا جدا جدا. ألف ألف شكر ليكي الفنانة والنجمة الكبيرة أنوشكا، كل الشكر. طيب.